كاب اف ام الكلمة ليك. بلدان الساحل والصحراء او ما يعني ما يصطلح عليه بسين صاد اليوم، يعني هي اصبحت الملاذ الامن لهذه الجماعات. اليوم علاش ما شفناش تحرك عالمي تجاه يعني الارهاب اللي موجود في هالبلايس هذه؟ دكتور شوكيت بلاي اعد لي السؤال. قلت لك دول الساحل والصحراء يعني سين صاد يعني هي الان اصبحت كما حسب كلامك بانها هي الملاذ الامن لهذه الجماعات الارهابيه، لماذا لا يوجد تحرك دولي للحد يعني من تحرك هذه الجماعات الارهابيه؟ لاعتبارين، التحرك الدولي اما يكون تحرك اقليمي وكان في السابق مرتبط بوضعيه دول الشمال اللي هي الاقدر على التحرك، يعني مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، هذه الدول تقريبا بشكل أو بآخر عاجزة على التحرك الإقليمي في الوقت الراهن، ما عدا الجيش الجزائري نسبيا، والجيش الجزائري المؤاخذة التي توجه له على الأقل في على المستوى الأفريقي على مستوى مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه معني فقط بتأمين حدوده، يعني الجزء التابع للصحراء التابع له من الصحراء. التدخل الدولي جربته فرنسا مؤخرا في مالي وثبت أن كلفته عالية. الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للتدخل وبقية الدول الأوروبية في غير وارد، وبالتالي معناها المسألة في رأيي تربكها أولا كما قلت وضعية دول الشمال التي لا تمكنها من إجراء هذا التدخل أو التنسيق فيما بينها، وكذلك الوضعية التي تعيشها الدول الغنية أو الدول الغربية والتي أيضا عانت أو جربت التدخل في مناطق أخرى وعرفت كلفته الباهظة. كاب اف ام الكلمة ليك.